الهدف أنا أبغى أمارس حياتي طبيعي. الاعتماد الأول والأخير على كلام سمو ولي العهد محمد بن سلمان إنه لي حرية الاختيار في أنا وش ألبس. يعني مره شيء غريب لان احنا مجتمعنا مو احنا متعودين انه نمشي بدون عبايه يعني. في قوانين واضحه، ما في حمايه، ممكن انا ممكن اتعرض للخطر، ممكن اتعرض لاعتداء بسبب انه انا امشي بدون عبايه من بعض المتطرفين قليلا دينيا.